يواجه الأطفال الخدج في قطاع غزة خطر الموت نتيجة قلة الحضانات المتوفرة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي أغلبها. منظمة الصحة العالمية أكدت أن أطفالا في الحضانات بمستشفى كمال عدوان باتوا يتقاسمون مساحة صغيرة من الأسرة، وذلك في ظل نقص الإمكانات الطبية. ولدوا في الحرب ويواجهون خطر الموت، إن لم يكن بالقصف فهو بالجوع ونقص التغذية. إنهم الأطفال الخدج في قطاع غزة المنكوب. هنا في أحد مستشفيات شمال غزة يقول الأطباء إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لمساعدة الأطفال في ظل نقص المستلزمات الطبية والدوائية. بالنسبة لسوء التغذية لها دور كبير في عدد الأطفال اللي بيجينا، وبالتالي عدد الوفيات اللي بيزيد. يعني أنت لما الطفل اللي المفروض يأكل ثلاث وجبات رئيسية بيأكل وجبة واحدة وما بتكون كافية له، بصير عندك نقص في الكربوهيدرات، نقص في الفيتامينات، نقص في البروتينات، نقص في الدهون اللي لازمة لجسمه. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أطفالا في الحضانات بمستشفى كمال عدوان باتوا يتقاسمون مساحة صغيرة من الأسرة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، محذرة من ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والأمهات المرضعات. طبعا هذا كله بسبب قلة الأكل، قلة الغذاء اللي بيكلوه. يعني الطفل لازم ياكل ثلاث وجبات رئيسيه، باكل وجبه واحده طبيعي حيصيبه سوء تغذيه وحيصيبه امراض ناتجه عن سوء التغذيه، وحيزيد عنده نسبه الالتهابات، سواء التهابات الرئتين، التهابات الدم، اي التهابات، كل هذا. وفي تقريرها الأخير بعنوان تحليل الوضع والضعف في مجال التغذية بغزة، وجدت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية كان أسوأ في شمال القطاع، حيث وجد أن طفلاً واحداً من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني سوء التغذية الحاد. المنظمة أضافت أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان الهزال في قطاع غزة نادراً، حيث كان 8% فقط من الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.